كلمتين على الماشي. جالي سؤال الأيام اللي فاتت دي اتكرر كتير جدا، هو البارفو بيتنقل من القطط والكلاب للإنسان؟ أنا حابة أطمنكم وأقول لكم لأ، البارفو ده بيتنقل من حيوان لحيوان. هو فيروس خطير جدا، لما بيصيب سواء القط أو الكلب هو ملوش علاج. يا إما لحقنا الكلب أو القط في الأول خالص وديناه العيادة، هيركب محاليل وهياخد أدوية معينة، وبرضو الأمل في الشفاء بيبقى ضعيف. يا إما الكلب أو القط لو متلحقش بيتوفى. فنخلي بالنا كويس جدا، لو عندنا قط أو كلب مصاب بنعزله، وكمان نخلي بالنا واحنا بنتعامل معاه ونبقى حذرين جدا في التعامل معاه، عشان احنا اللي ممكن ننقله من حيوان مريض لحيوان سليم. ازاي بقى؟ لو دخلنا المكان المصاب وملبسناش في رجلينا الكياس وفي ايدينا الجلبظات وخلعناها في نفس المكان قبل ما نخرج المكان النظيف اللي مفيهوش الفيروس او الميكروب، وعملنا ايدينا بالكحول كويس جدا ورجلينا برضو بنفس الطريقة، علشان الفيروس ده انتشاره سريع. وكمان لو المكان اللي فيه القط المصاب ما طهرناهوش كويس وعقمناه كويس، الفيروس بيفضل لمدة سنة عايش في المكان. لو جبنا اي حيوان تاني لا قدر الله لقط الفيروس، فالفيروس ده بيبقى عايش في المكان لمدة سنة كاملة. فنخلي بالنا كويس جدا، وندي القطط بتاعتنا التطعيمات بتاعتها في مواعيدها، اللي هي التطعيمات السنوية زي التطعيم الربيعي، علشان ده بيبقى ان شاء الله حماية. لو حتى القط او الكلب لقط الفيروس ده بيجيله على اعراض خفيفة، مش الاعراض اللي هي الجامدة. اعراضه ايه بقى الفيروس ده؟ بيبقى عبارة عن ترجيع الاول، وبعد كده القط او الكلب بيقطع الاكل، بيفضل يشرب مية بس. مع الترجيع بيبقى بقى في اسهال، بعد الاسهال ده بيبقى اسهال مدمم تماما، بيبقى دم كتير جدا. والكلب بعد كده بيتوفاه الله او القطة، بس هو بيجي اكتر في الكلاب. فيا رب النهاردة اكون وضحت، وبكده النهاردة نكون خلصنا. متنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير عشان مملكة القطط تكبر فيكم.